μέσα στο πείσμα της βροχής, τα ερημωμένα καφενεία, η μοναξιά της Κυριακής. Εγώ κορμί φυλακισμένο μες στους στρατώνες τους παλιούς. ولع. ايوه نسخة. انا هروح مشوار وهاجي بسرعه، خلي بالك من القهوه لحد ما اجي. من عناية ست الكل. هاي هاي خديجة، ازيك؟ تمام. كيفو الماما والبابا؟ طمنيني بيك منيح؟ الحمد لله، لسه مفيش اخبار جديدة. الله يكون بعونه. هي سارة موجودة؟ هي موجودة بس عندها اجتماع مع شاب سوري عامل حاله قبضاي، عامل مشكلة مع البوليس هون. طيب خلص هاجي لها في وقت تاني. بتحب اقول لها شي؟ لا، هكلمها في التليفون. هو عمر ما جالكوش النهاردة؟ عمر؟ عمر لا ما اجا. بدك اقول له شي؟ لا، لو بدي اقول له شيء هبلغه بنفسي. اكيد يا فندم داني اللي ورا الموضوع. كله هيبان. يا جعفر ايه الاخبار؟ مش موجود في ولا اسم من اقسام الشرطه في اتينا كلها سياده. وسالم فين؟ قالب الدنيا على عمر ومش لاقيه يا فندم. هو حضرتك قلقان من حاجة؟ لو سالم اللي بيدور عليه يبقى داني ملوش علاقة بالموضوع. أمال مين اللي خطفه؟ أخيراً حد ظهر. أنتوا مين؟ طالما مصر على الإنكار هنديك حقنة فيها سم، وفي خلال ساعتين لو ما اعترفتش مش هيبقى في فرصة انك تعترف بعدها، لأنك هتكون مت. أنا قلت كل حاجة. أنت ما قلتش أي حاجة. أنتوا مين؟ المخابرات اليونانية. وعايزين مني إيه؟ عايزينك تعترف. قدامك ساعتين. والسم؟ الإزازة التانية فيها الترياق اللي يوقف مفعول السم. لو اعترفت وقلت أنت شغال مع مين؟ ومين اللي بعتك هنا؟ هنديك الحقنة التانية. قدامك ساعتين. علي، أبوك عمل المهمة دي علشانك يا علي. ها
علشان ترفع راسك فوق وتقول أنا ابن عمر صلاح الدين، أبوك مات بطل علي. شو مريم؟ إجا عمر؟ مثل ما حضرتك شايفة. اتصل؟ يعني لو اتصل أكيد كنت رح خبرك. خلصتي الشغل؟ إيه تقريباً كل شيء. بتريد شيء تاني؟ لا، إذا اتصل عمر أو عرفتي عنه شيء خبريني، أنا ما رح نام بكير. ماشي ليه؟ مش هتسلم عليا؟ سلم عليا. يلا خلي بالك من نفسك. 107 عشان لو كنت نسيتي. ايه بقى؟ شو بدك؟ بدي اعرف طريق تاني. وانا شو بيعرفني طريقه؟ يا بنت ما تصعيش عليا. قولي لي بس اوصل له ازاي؟ اصل انا عندي معلومه مهمه ولازم ابلغها لك. والله ما بعرف وينه. طب وسليمان؟ مدام داني مختفي، يبقى مش هتقدر توصل لشلومه غير لما يظهر من نفسه.